القصص من أول، والناس تفقد بعضها، يا أما من القتال قبل الإسلام ولا من الأمراض ولا كذا. الله المستعان. قوم ما بقى منهم إلا رجلين، أما رجل فيملك 100 ناقة، ورجل ما عاد معه إلا بنته. بنته بنته الله 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 المستعان. وفي البر قال هذا اللي معه 100 ناقة زوجني يا فلان البنت وبعطيك نص البل. قال الرجال ما نمزوجك إلا أن تعطيني البل كلها. الله. يا رجال شاور نفسك وقعدوا 3 أيام، وبعد 3 أيام قال ما نمزوجك إلا بالبل كلها. قال تدري خذ البل. وخذ البل الشايب ذا وعطاه البنت. قالها ما دامك خدته بنا حنا بنروح في أرض الله. يأخذ المرة ويروح. أي خذ المرة وراح. خذوا لهم فترة وقام الرجال ذا وتحسف ندم. الأبو. الله الله. وقال والله ما أدري هو بنتي حييته ولا هي رفيج هذا، أبى أروح أدور له. وقال للرجال اللي عنده خلوا البل معكم وأنا عندي لزوم. وراح وبحث ولقاهم، لقاهم في حالة ما يعلم بها إلا الله. شافوه رحبوا به وقالوا ارتاح، ولا والله ما عنده ولا شيء. الله المستعان. عود الرجال ذهب يدور له صيد، ويطلع يدور لها حطب ويدورها، ولذاك رجع الرجال ما عين شيء. وللمرة وهي راجعت اللي رجال جاي على ذلوله، ولهم علق له أرنب على شداد. قالت يا اللحية الغام جاينا ضيف وشفتك وشفت ذي الأرنب، خلنا أنت عشاحن وياك ونعشي ضيفنا. قال والله ماني معطيه سياه إلا بطلب. تعوذ من الشيطان. قال إلا بالطلب. قالت تدري أبشر، خلنا نروح وانت عشى ذا الحين ولا تعشينا، وكل النمرة حطيتك طلبك. جاهوا وياها طبخوا الأرنب وتعشوها، وهم تعشوها وقفت عند رأس أبوها وقالت يا أبوي اسمح لي أقول لك عندي 3 بيوت. قال تفضلي. قالت يا وقتي اللي شفت فيه كل غرابيل، يا وقتي اللي شفت فيه الغرابيل، شفت العجائب في الزمان العجيبي، حظي رماني في 3 المهابيل، يالله دخيلك من ردات النصيبي. الأول اللي يعبد المال بالحيل يباع دمه دون شك وريبي، والثاني اللي كنه بعير عقيل يبرك لحمله لو حمله صعيبي، والثالث أسميه خبل الرياجيل لعل شمسه ما تطول تغيبي. قام بوها وخذ السيف وقال ايش عندك؟ قالت ما افسر لك يا ابوي لا تستعجل. الاول انت اللي طمعت في الدنيا بعت بنتك وخذت مال ذا لجودي كله وبعتني ولا تدري هنا حيا ولا موت، وبعتني بوسخ الدنيا. والثاني ذا الرجال اللي خذ له مرة ودفع ما يملك حلاله كله في ذي المرة، ما أدري تصلح له ولا ما تصلح. والثالث هالخبيل اللي يبغى له شيء شري بمئة ناقة يبغاه برنب. والله عجيبة هذه. زيدها سلامتك.